السلام عليكم، صباح الخير. بون، اليوم جيناكم بوصفة تاع خبز تونس، ان شاء الله تكون تعجبكم الوصفة. عندنا كاس تاع لا شابلير كما كنتو تشوفوا، عندنا نواطوكو كاس غير ربع، نحوم منو غير شوية، هاني كاس ونحوم منو على صباع غير شوية برك. وعندنا تاني كاس سكر، كاس غير ربع تاع السكر، عندنا مغرفة تاع الزبدة تكون كبيرة، وعندنا وحدة لافاني وربع حبة بيض. ودوك نبداو لكم التحضير ان شاء الله. بون، كيما عودناكم دوك نبداو هنايا كيما راكم تشوفوا، عندنا السكر نبدا به هو الاولاني، هذا تاني كنوات كوكو، جوز الهند، وعندنا لا شابلوغ، وعندنا مغرفة تاع لافوني. دوك المكون نخلطوهم بيا كيما راكم تشوفوا هنايا، كلش مليح. هانا كما تشوفو كلش يتخلط. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، تكون في متناول اعجابكم ان شاء الله. بون، انا درت كمية قليلة، واللي حاب يضاعف الكمية يضاعف المقادير. هانا موكي معنا الزبدة راهي دوبتها، وعندنا تانيك نربح حبة البيض. دوكا هنا كل حاجة خلطوها كيف كيف، يعني وصفة سهلة كما راكم تشوفوا فيها، ماشي حاجة لي واعرة. نتخلط بيها. دوكا انا نجيب الفوي تاعي نخلط بيه، نحي هذا. عندنا المول تاعنا، المول نواسيوه شويه زبده، ندهنوا بشويه زبده، المعجزه الزبده يقدر يدهن من الزيت تانيك، ماشي اوبليجي الزبده تدهنوا بها. والله كما كنتو تشوفوا هاك فاجا تجيك شغل سائله تجي هاي ليك. دوك نديرها في السنيوه، يعني وصلت تجي ما شاء الله. هانا ما تنساو ديرنا ابوني في الصفحات، ديروا جيم، خلونا تعليق كومنتار، بارطاجيو فيديو باش ان شاء الله يلحقكم كل جديد ان شاء الله. مو عندنا دوكا البلان، ندهنو بالزبدة كيما راكم تشوفو، ندهنو مع ليكوتين، ندهنو كامل. هانا هكدا ندهنو مليح. نحسهم مليح كيما راكم تشوفو هكذا. هلا انا كيما كنتو دهنتو بيا هذا، نرمي الخليط تاعي، الخليط تاعنا ها وراهو، ديرو نسووه مليح. هذا في البلاط تاعنا كيما راكم تشوفوا بيا. كيما درت حاجة قليلة درتها كيما راكم تشوفوا، ما حبيتش نكثر بزاف منها. دوكا نمشيه مليح. و شعلوا الكوشات تاعكم، ما تنساوش تشعلوها على 160 درجة،
كما راكم تشوفوا هكذا دوك نحطها طيب ونعود لكم ان شاء الله. بون درك هنا عندي وجد الشربات باش نسقي بها، عندنا جوج كيسان تاع الماء وعندنا كاس سكر. فوالا لا بس كيفاش كيما كي تكمل سقا على نخدمو هاد الشربات الافوس خلوها تبرد باش كي نسقو ما تجيناش معجنه. وانا نخلطو مليح كيما راكم تشوفوا هكذا السكر حتى وين يدوب. وعندنا تانيك رونديلات تاع قارص نديرهم معاها باش تقلب لنا. فوالا ونخلطو يعني يجي وصل ما شاء الله. من طريقة التحضير تاعها راهي سهلة ماشي حاجة لي واعرة. وانا كي تشوفو السكر زاد دوك نخليه وحتى كي نشوفو الماء تاعنا يغلي نحيوها نديرها كوتي نخلوها تبرد حتى وين طيب لنا الخبز تاعنا وين يطيب باش نسقيو به. دوك بصح لازم الشربة تكون باردة ما تكونش سخونة. وانا كيما تشوفو هكذا دوك نخليوها حتى وين تغلي ونحيوها. بون كيما تشوفوا هي وجدت هاي اللي جات خرجتها دركا من كوشه جات طيبه الله يبارك. دوك الشربات اللي وجدتها دوك نسقي بها نشربوها مليح بعد كي تكون سخونه لازم تشرب مليح. باسكو غير تشربوها غير ما تخافوش كي تشربوها باسكو تشربت كما تكون سخونه منها تمتم تواسها تنشف. درك انا نستناها تبرد دابور هنا قبل باش نقطعها لكم. بو ها كيفاش جا ما شاء الله كما كنتو تشوفو جا منين هاوليك انا خليته برد يعني ما شاء الله جا هاوليك طايب بيا مهم الفوت تاعو الله يبارك نادي ما نحكيلكم مسيو. رجعوا لي الخبر على بالي ما استغناو عليه. مولي حطيتو هاوليك في البلا هنايا كيما راكو تشوفو جا ما شاء الله الشكل تاعو البنة يعني حاجة واحدة أخرى. سلام.